ولكنكم إخوان، وستسقطون هذه الطائفية البغيضة بأخوتكم الوطنية، ولن كما أسقطها أجدادكم وآباءكم وأبناءكم، ولن تحتاجوا أن يعيشها أبناءكم بعدكم. فلا تسمحوا لهذا النظام بأن يفتت وحدتكم، وظلوا على وحدتكم الوطنية. نريد وطن من خلال عقد اجتماعي، يعني دستور ديمقراطي، أن يحتضن كل ابنائه، يشتركون في إدارة شؤونه، يعني حكمه، في إدارته يعني حكومته، لا يقصي فيه أحد أحدا، ولا يستأثر أحد بشيء إلا شراكة للجميع. لا يجوز أن يبقى الوطن طبقات، مواطنون درجة أولى، ومواطنون درجة ثانية، ومواطنون درجة ثالثة. نريد كلنا أن نكون مواطنون من درجة واحدة، لنا نفس الحقوق ونفس الواجبات. لا يمكن أن يشترك كل أبناء الوطن في إدارة شؤونه، والحكومة بأكملها معينة، ولا إرادة للشعب في تكوينها، فتكون التعيينات بالمحاصصة الشكلية، المحاصصة الشكلية المبنية على الولاء الشخصي، على التقرب تذوب فيه الكفاءات، حتى وإن شملت كفاءات تذوب، لأن الوزراء في هذه الحكومة المعينة يخافون من اتصال من هذا الديوان أو ذاك الديوان، يرتعدون أي قرار ننفذ، وأي توجيه نسمع، وأي نهي نمتنع عنه. هكذا هي حكومة التعيين، تذوب فيها الكفاءات، يكثر فيها المحسوبية والتمييز. لماذا تعيش البحرين الطائفية؟ لماذا تعيش التمييز؟ لأن أصل حكومتنا المعينة تبني سياستها كلها على المحسوبية والولاء والتمييز، فتنشأ مؤسسات مفارخ للطائفية. ولا نستطيع أن نقضي على الطائفية إلا بحكومة منتخبة. يريدون أن يستمروا في التعامل معكم بمنهج المكرمات وليس الحقوق، هكذا يريدونكم أن تستمروا. ونحن نقول كل ثروات الوطن التي نهبت يجب أن تعود وتعم كل مواطن، توزع بعدالة ومن خلال برنامج واضح، وتستثمر لأجيالنا المستقبلية. حكومة التعيين ضيعت ثروات الوطن وطاقات الوطن وشقت الوطن وفرقت الوطن وضيعت فرص الوطن الاقتصادية. من يأتي يستثمر ويقولون له 50-50؟ من يستأثر؟ من يتجرأ أن يضع استثماراته المحلية هنا أو من الخارج إلا أن يطيله فساد مالي وفساد إداري؟ لا نريد أن نستمر في هكذا حكومة، حكومة ضيعت التنافسية في البحرين، ولا نستريد ولا نريد أن نستمر في مثل هذه الطريقة من الحكومة. حكومة لا تعترف إلا بالقمع لكل من يعارضها، لكل من لا يستجيب لأوامرها. لا أقول للمعارضين، حتى المؤيدين، لا أقول للشعب العادي، أقول للاقتصاديين والتجار. ابحث لي عن تاجر يستطيع اليوم يقول لا، يقول لا لرشوة، يقول لا لكيفية من كيفيات تمرير المناقصات، يقول لا لشراكة في استثمار. نحن نريد حكومة منتخبة لكم أيها التجار والاقتصاديون، لتطمئنوا، لتستثمروا، لينتعش الاقتصاد البحريني، لتأتي الاستثمارات الخارجية، ليكون اقتصادا قويا، لتوفر وظائف لكل أبناء البحرين. هكذا تكون اقتصاد قوي بحكومة منتخبة، وحكومة التعيين لا توفر ذلك.
نريد حكومة تبحث السبل الاقتصادية والتنوع الاقتصادي، ولا تجعل الشعب طبقة ريعية تنتظر مكرمات، لأن إذا تنوع الاقتصاد وزادت الفرص الاقتصادية للشركات الكبيرة المتوسطة والصغيرة، وهي محور وعماد أي اقتصاد، تزيد الشريحة المتوسطة. لا نريد 50 دينار بمذلة، لا نريد مكرمات، نريد أن نحصل على مدخولاتنا، أما من وظيفة عادلة أو من مهنة حرة شريفة أو من تجارة حرة شريفة. هكذا يريد أن يعيش شعب البحرين. نريد حكومة لتكون منتخبة، لتكون ثروة الوطن لكل أبناء الوطن. لا يجوز أن كل هذه المساحات 80% من أراضي البحرين و 97% من سواحل البحرين أن تكون ملكاً خاص. وإذا حاولت لجنة التحقيق أن تذهب إلى مؤسسات الدولة لأنها ليست دولة وإنما شركة خاصة، لا يسمح لممثلي الشعب أن يدخلوا إلى هذه المؤسسات، فكيف نحقق في الفساد؟ نريد أن نسترجع كل هذه الأموال والأراضي المهدرة لتنعموا بها بعزة وكرامة، ولن يتحقق ذلك إلا بحكومة منتخبة يحاسبها الشعب، لأنها إذا أفسدت هي مشكلة من الشعب وتخاف من الشعب وتخاف من إرادة الشعب، لا تخاف من الاتصالات والتلفونات. نريد حكومة منتخبة، لأن الوزراء سيحاسبون منكم، من ممثليكم، فينتهي التمييز، وإذا انتهى التمييز تنتهي الطائفية. نعم، بدون حكومة منتخبة، بتقريب هذا وإبعاد ذاك، بالترهيب والترغيب، لن يكون هناك قضاء على التمييز حتى لو جئنا بأحسن القوانين، لأن الدولة ونظامها كله قائم على المحاباة والتمييز. إذا أردت منهاء التمييز وإنهاء الطائفية فلا سبيل إلا بحكومة منتخبة. نريد حكومة منتخبة لأننا نريد مشاريع إسكانية وخدمية ومرافق عامة، لأنها حقوقنا ويجب أن نحصل عليها. نريد رواتب مناسبة وضمان وتعطل وتقاعد كحقوق لا مكرمات. نريد هذه الحقوق من وزارات، وإذا لم نحصل على حكومة منتخبة لا سبيل لنا إلا أن نحصلها من الدواوين بذلة وليس بكرامة. نريد حكومة محاسبة من سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، ناتجة عن دوائر عادلة، ناتجة عن أصواتكم كمواطنين، وليس كطوائف وليس كفئات وليس كعوائل. هكذا تكون البحرين لكل البحرينيين، وهكذا يكون الحساب والمحاسبة للحكومة، لأنه بدون دوائر عادلة، بدون برلمان أو سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، لا فائدة من هذه الحكومة، وسيستشري الفساد وستشتري المحسوبية والتمييز. لا يمكن أن نوجد وطن يشترك فيه الجميع ولا يقصي فيه أحد، وتكون حكومة منتخبة وبإرادة شعبية، لأننا لا نريد أن نقصي أحد. ومن التركيبة السكانية في البحرين، يستحيل على مكون أن يقصي مكوناً آخر بالانتخابات، هذه حقيقة دامغة. من يحاول أن يهول من الحكومة المنتخبة ويصورها للبعض بأنها بعبع، تارة بعنوان حكومة ولي الفقيه، وتارة بعنوان حكومة إسلامية والإسلامويين والفوبيا الإسلامية، وتارة بعنوان الطائفية والسيطرة من طائفة على طائفة،
نقول مكونات البحرين لا يمكن أن تلغي أي منها، وهذه الحكومة المنتخبة ستشمل السنة والشيعة، بل ستشمل المواطنون لأنهم مواطنون وليس لأنهم شيعة. فالوزير يكون بحريني قبل أن يكون شيعياً أو سنياً، ويخدم كل البحرينيين. هكذا تكون الحكومة المنتخبة. مطلبنا حكومة منتخبة، ولو كان لدينا حكومة منتخبة لما حدثت اضطرابات سياسية وأمنية في كل فترة. فلا تقولون أن هذا الشعب هو سبب هذه الاضطرابات. غياب الشعب من إدارة بلده، من إدارة وطنه، من رعاية أمواله وثروته هو الذي يسبب هذه الاضطرابات. قمعكم، استيلاءكم على الثروة، عدم توزيعها بالعدالة، هذا الذي يسبب الاضطرابات.